السلام عليكم إخوان، في هذه الحلقة إن شاء الله سنقوم بشرح كيفية إنشاء موقع إلكتروني في 5 دقائق أو في أقل من نصف ساعة على منصة الويلت. لذلك كل ما عليكم إخواني هي متابعة الفيديو إلى النهاية لكي تعرفوا على الطريقة. بعد هذا الفصل سنواصل. السلام عليكم إخواني، لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وأيضا تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد. لذلك سنقوم ببداية الشرح على موقع أو على منصة ويلت. كما ترون هذا هو الموقع الذي قمت بإنشائه. كما ترون الصفحة الرئيسية عندنا خدمتنا التواصل معنا، الفيديوهات لذا وأيضا المقالات. كما ترون هذه هي جميع المعلومات التي نقدمها. كما ترون لقد قمت بإنشاء هذا الموقع بسرعة، ثم بالإضافة إلى هذه الأيقونات، ثم سنقوم بالضغط على الفيديوهات. هذه الفيديوهات الخاصة بنا، ثم المقالات أيضا الخاصة بنا. لذلك إخواني سنقوم بالدخول إلى المنصة، منصة ويلت. سأترك لكم رابط المنصة أسفل هذا الفيديو. كما ترون سنقوم باختيار نحن إنشاء موقع إلكتروني، وأيضا هنا إنشاء متجر. سنقوم بالضغط على إنشاء موقع إلكتروني. كما ترون إخواني سنقوم باختيار اللغة التي نريد أن نقوم بإنشاء بها الموقع الإلكتروني. نحن سنقوم باختيار اللغة العربية، ثم سنقوم بالضغط على متابعة. هنا إخواني سنقوم بكتابة المعلومات الخاصة بنا، اسم الموقع أو اسم العمل، وهنا مثال العمل الذي تقدمه، وهنا الشعار أو اللوغو، وهنا وصف عن الخدمات التي تقدمها. نحن هنا سنقوم بكتابة، كما ترون وهنا الوصف. سنقوم بنسخ هذا المجال، ثم نكتب نقدم سنقوم بتحميل اللوغو أو الشعار، ثم سنقوم باختيار الشعار، ثم انغيستري أو أوبلي. كما ترون سنقوم بالضغط على التالي. سنقوم بالخدمات، هنا خدمات بكتابة ميكانيكا السيارات والشاحنات مثلا، ثم سنقوم أو إضافة خدمة أخرى. سنقوم بإضافة، ثم إضافة خدمة أخرى تشخيص، ثم سنقوم بالضغط على حفظ، ثم حفظ، ثم حفظ. كما ترون نقدم 3 خدمات. كما ترون سنقوم بالضغط على التالي لكتابة البريد الإلكتروني الخاص بنا هنا، ثم رقم الهاتف هنا، ثم سنقوم بالضغط على التالي. أنت تعطي فكرة للمنصة وهي تطبق الفكرة على الموقع. كما ترون يتم نشر الموقع الخاص بنا. كما ترون هذا هو رابط الموقع الخاص بنا، سنقوم بالخروج. كما ترون هذا هو الموقع الخاص بنا. ترجمة نانسي قنقر.
كما ترون سنقوم بضغط لحم. كما ترون أسعار الخدمات هي أسعار الخدمات. سنقوم بالضغط على هذه أيقونة، هي أسعار الخدمات. سنقوم بإضافة، سنقوم بالضغط على الإضافة، ثم سنقوم بإضافة الأسعار. كما ترون سنقوم بإضافة الأسعار. أشوف أنني هو جميل جدا. سنقوم باختيار هذا الشكل. كما ترون هذه هي واجهة الأسعار. كما ترون نقوم بتغييرها بزاف. التصميم التالي سنقوم بالرجوع إلى التصميم التالي الأول وهو هذا. سنرى هذا التصميم وكما سنلتقط هذا التصميم، إنه تصميم جميل جدا. مثلا كما ترون هذا التصميم الجميل. سنقوم بإعادة الصفحة. كما ترون سنقوم بالرجوع إلى الصفحة الرئيسية. عندما نريد أن نقوم بتغيير هذه الصور، نقوم بتغيير الصور من هنا. نقوم بالضغط على الكاميرا أو زر الكاميرا، ثم بدء أو تبديل الصورة. كما ترون نقوم بالضغط على رفع الصورة. نقوم بالضغط على رفع الصورة مثلا هنا، ثم سنقوم بإضافة الصورة مثلا. سنقوم بإضافة هذه الصورة مثلا. كما ترون كل ما علينا هو النقر على هذه الصورة، ثم سيتم إضافته هنا. كما ترون قد تم إضافة الصورة بنجاح. قد تم إضافة هذه الصورة بنجاح كما ترون. وعندما نريد أن نقوم بتغيير الوصف، نقوم بتغيير الوصف من هنا. نقوم بالضغط على زر حذف. نقوم بحذف هذه الأشياء، ثم نقوم بكتابة وصف آخر كما ترون. ثم هنا السعر، نقوم بتغيير السعر. ثم هنا نقوم بكتابة رمز الأمان. ثم هنا نقوم بإضافة زر الرابط أو إيقاف المزيد. كما ترون نفس الأشياء هنا. أيضا نقوم بحذف هذه الصفحة. سنقوم بزر حذف القسم كما ترون. نقوم الآن نرجع إلى الصفحة الرئيسية كما ترون. سنقوم مثلا بتغيير، نقوم بتغيير هذا العنوان مثلا. نقوم بكتابة أي عنوان نريد، ثم هذا العنوان نقوم بالضغط عليه، ثم حذف، ثم نقوم بكتابة عنوان آخر كما ترون. وهذه الأشياء أخرى نقوم باستبدال هذه الأشياء أو تغيير هذا المحتوى من هنا. نقوم بالضغط على التصميم السابق. نقوم باختيار إحدى التصاميم الجميلة. سنقوم باختيار إحدى التصاميم الجميلة. سنقوم باختيار مثلا هذا التصميم. سنقوم باختيار هذا التصميم كما ترون. هذا هو التصميم كما ترون. ثم سنقوم بإضافة قسم الخدمة هنا مثلا، أو خدمة هنا، أو نقل إلى الأسفل. كما ترون الخدمات التي نقدمها كما ترون. هذه الخدمات ميكانيك الشاشة كما ترون. سنقوم بضغط على المزيد، ثم نقوم بكتابة الوصف، أو نقوم بنسخ إحدى الروابط. وهنا نقوم بتشغيل الصورة كما ترون. وهنا ميكانيك السيارات كما ترون أيضا. وهنا أيضا تشخيص السيارات والشاحنات كما ترون. وهنا نقوم باختيار
نقوم باستبدال التصميم مثلا، نقوم بتركيا هكذا مثلا، أو سنقوم باستبدال التصميم كمسران. إن هذا الشكل جميل جدا كمسران، نقوم بالرجوع إلى الآلة. إذا أردنا أن نقوم بوضع خدماتنا على أو فوق في الفوق كمسران، ثم نضغط على عنا أو وملاؤنا كمسران، سنقوم بتبديل وملاؤنا كمسران، سنقوم باختيار شكل جميل جدا. ثم سنقوم بهذا الاختيار أو هذا الاختيار أو هذا الاختيار من أفضل اختيار جميل جدا. ثم سنقوم بأعلاننا الأمن التي مقدمة كمسران، هذه الأمن التي مقدمة كمسران، سنقوم سنقوم بزرق التصميم جميل. كما ترون هنا فريق، هنا ترون أنه فريق الخاص بنا مثلا، نقوم بتغيير الصور من هنا، نقوم بتغيير واللينزين أيضا كما ترون، وهنا تواصل معه، سنقوم بترك التصميم هكذا سيقول عملاؤنا كما ترون. وأيضا هنا تواصل معنا كما ترون، نقوم بإضافة هذه الخاصية الجميلة كما ترون، أقوم بتغيير الصورة والكتابة والوصف كما ترون. سأقوم بشرح لكم هنا نقوم بتبديل اللوغو أو الشعار كما ترون، كما ترون الألوان، أقوم بتغيير ألوان الكتابة كما ترون، والأيقونة هنا نقوم بإسترها إلى اللون الأزرق. وهنا نوع الخط هنا كما ترون، وهنا الملفات كما ترون، وهنا معاينة كما ترون. إخواني سنقوم بإضافة أشياء داخل هذه الخدمات التي نقدمها، مثلا الفيديوهات مثلا، كما ترون سنقوم باختيار هذه الخاصية هنا، كما ترون هنا نجد الخدمات الخاصة بنا، ثم هنا الفيديوهات التي قمنا بالعمل عليها مثلا، نقوم هنا بالضغط على وضع السهم على الفيديو، ثم ستنبثق لنا إيديت فيديو، نقوم بالضغط عليها، ثم سنقوم بلصق الفيديو الخاص بعملنا هنا كما ترون، سنقوم بدعمته. ثم ترون نقوم بالضغط على كوبي، ثم سنقوم بالرجوع إلى إيديت، ثم سنقوم بنسخ الرابط هنا كما ترون، سيتم تحديث الرابط، ثم سنقوم بالضغط على تأكيد، سنقوم بالانتظار بعض الثواني، ثم سيظهر لنا الفيديو الخاص بنا هنا كما ترون. هذا هو الفيديو الخاص بنا هنا، وأيضا نقوم بنفس العملية، ثم نسخ الفيديو، ثم تأكيد، ثم نضغط في الفيديو الآخر، ثم نسخ، ثم تأكيد، ثم سنقوم بالضغط الأخرى، ثم تأكيد، سنقوم بالضغط التأكيد، ثم ترون هذه الفيديو الخاص بنا هنا، وإذا أردنا نقوم بإضافة فيديو آخر، نقوم بالضغط على الفيديو، ثم سنقوم بوضع السهم على أحد الفيديوهات، ثم نضغط هذه الآلة كما ترون، ثم سنستخدمها، ثم سنبدأ تحديد الفيديو الآخر كما ترون، سنقوم بالإضافة كما ترون، ثم الذي يلقى اقتناء ثلاثة فيديوهات أخرى من القصة الخاصة بنا أو من ذاتنا، نقوم بزيارة الفيديو هنا، ونشاهدكم سابقا كما ترون. هذه هي الفيديوهات الخاصة بنا، نقوم بالضغط على النشر، أنشر موقعا كما ترون. لدينا في التحديث الأول للموقع لدينا هذه الأشياء فقط، سنقوم الآن بنشر الموقع. لقد تم نشر الموقع بنجاح كما ترون، سأقوم بتحديث هذه الصفحة كما ترون. لقد تم إضافة بعض الأشياء الأخرى كما ترون، الخدمات التي نقدمها كما ترون، نعم نقصنا كما ترون. هذه هي الصفحة الرئيسية كما ترون، نقوم بالضغط على الخدمات الخاصة بنا، ستنبثق لنا هذه الواجهة كما ترون،
الفيديوهات الخاصة بنا كما ترون، هذه الفيديوهات التي قمنا بإضافتها لكي نرى هل هي شابة أم لا. الضغط على الصفحات ثم الضغط على إضافة صفحة جديدة ثم تقوم بكليك على الغلاف ثم تقوم بحب هون ثم تقوم بضغط على الغلاف ثم تقوم بضغط على إضافة اسم المسار ثم تقوم باختيار الغلاف ثم تقوم بضغط على المسار ثم تقوم باختيار شبه هون ثم اختيار حضر الشبه من هنا ثم اختيار الشبه الجميل ثم اختيار الشبه ثم اختيار الشبه ثم اختيار الشبه ثم اختيار الصورة التي يريد أن نقوم بها الصورة التي يريد أن نقوم بها الكتابة ثم اختيار الصورة 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 ثم إخواني سنكون وصلنا إلى نهاية الفيديو، أتمنى أن ينال الفيديو إعجابكم، وإن أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الاشتراك ثم تفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، والسلام عليكم.